ليست السعادة في المال ولا في الجاه ولا في المناصب ولا في البيوت ولا في الفلل الواسعة ولا في الأرصدة ولا في السيارات التي تركبها، إنما السعادة الحقيقية في أنسك بالله سبحانه وتعالى. متى ما أنست بالله عز وجل هانت عليك مصائب الدنيا. هذا الدعاء يا إخوان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كم من مكروب تعلق بهذا الدعاء فلهج لسانه به وتذلل بين يدي الله عز وجل وانطرح بين يديه في ذلة ومسكنة، فوجد الفرج قريبا عاجلا. أعرف إنسانا بعينه ذكر له أنه أصيب بمرض في كبده، مرض عضال، كان يجري عملية في مدينة الملك عبد الله تخصصي في مكة ومن عندنا من المدينة، فأجرى عملية جراحية، عملوا له فحوصات عامة فقالوا له عندك مرض خطير في كبدك. والله إني لأعرفه وفي المجلس من يعرفه أيضا. فأظلمت الدنيا في عينه، خلاص قالوا له أنت يعني كلها كم شهر وتودع. فعاد إلى المدينة وأظلمت عليه الدنيا، خلاص ميت بعد فترة منتهي. فصار يلهج بدعاء، الدعاء الأول دعاء ذنون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والدعاء الثاني هذا الذي في الصحيحين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لمدة أسبوعين. هم كانوا يقولوا موعد يراجع بعد أسبوعين في قسم الأورام السرطانية في مدينة الملك عبد الله. فجلس أسبوعين وهو يلهج بهذا الدعاء. فلما ذهب والله الذي لا إله غيره أجر الفحوصات فإذا ليس فيه بأس، ولو شئت لقلت لكم ذاك الرجل فلان. هذا الدعاء دعاء عظيم، أنا وأنتم كلنا نحتاج إليه، لأننا كلنا معرضون للمصائب والمشاكل والهموم والغموم، هكذا الدنيا. فالزموا هذا الدعاء.